في هذه الفقرة سننتقل مباشرة إلى الزميل أحمد عبد الرازق مراسل إكسترا نيوز في بث مباشر لعرض أهم ما تناولته الوكالات العربية والدولية. طبعا هذه الفقرة اليومية معنا. أحمد صباح الخير، الصوت والصورة معك، تفضل. لأبرز ما تداولته وكالات الأنباء العالمية والعربية، والتي نبدأها بخبر عن وقف إطلاق النار في ليبيا، والذي جاء في وكالة رويترز للأنباء. متحدث قوات شرق ليبيا تعلن وقفا مشروطا لإطلاق النار. وفي سياق الخبر، أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر وقف إطلاق النار بدءا من الساعة 1 صباح الأحد بالتوقيت المحلي، 11 بتوقيت غرينتش، شريطة التزام الطرف الآخر بوقف إطلاق النار، وذلك حسب ما قال أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي. وكانت تركيا وروسيا قد حثت الطرفين المتحاربين في ليبيا يوم الأربعاء على إعلان وقف لإطلاق النار يوم الأحد، وسط اشتباكات وغارات جوية في صراع أدى إلى تدخل وقلق خارجي متزايد. إلى وكالة رويترز للأنباء أيضا وخبر يخص الشأن اللبناني. لبنان يأسف لتعليق حق التصويت بالأمم المتحدة بسبب عدم سداد الاشتراكات. قالت وزارة الخارجية اللبنانية يوم السبت أنها تأسف لتعليق حق البلاد في التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بعدما تخلفت عن سداد اشتراكات العضوية، مشيرة إلى أن لبنان هو المتضرر بمصالحه وبهيبة الدولة وسمعتها. ويواجه لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عام 1975 وعام 1990، وهبطت الليرة اللبنانية وسط شح الدولار، في حين شددت البنوك القيود على سحب الأموال ومنعت التحويلات إلى الخارج. ولبنان بلا حكومة فعالة منذ استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري في أكتوبر، وهو وضع انتقده المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش، وقال إنه غير مسؤول على نحو متزايد. وقالت الأمم المتحدة يوم الجمعة إن 7 دول تخلفت عن سداد الاشتراكات العضوية لا يحق لها التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 دولة، والدول التي تخلفت عن السداد هي فنزويلا ولبنان وجمهورية أفريقيا الوسطى وغامبيا وليسوتو وتونغا واليمن. وقالت وزارة الخارجية اللبنانية يوم السبت إنها لم تتلق أي مراجعة أو مطالبة بتسديد أي من المستحقات المتوجبة لها لأي جهة، علما بأن كل المساهمات يتم جدولتها بشكل مستقل سنويا لتسديدها وفق طلب الجهة المعنية. وبموجب قواعد الأمم المتحدة يمكن أن تفقد أي دولة حق التصويت في الجمعية العامة إذا كانت عليها متأخرات تعادل أو تتجاوز الاشتراكات المستحقة للعامين السابقين، ما لم تقدم دليلا على أن هذا عدم الدفع كان له ظروف خارجة عن إرادتها. ما زلنا مع وكالة رويترز للأنباء. بريطانيا تندد باحتجاز سفيرها في طهران لفترة وجيزة بوصفه انتهاكا للقانون. وفي سياق الخبر، أكدت وزارة الخارجية البريطانية يوم السبت أن السلطات الإيرانية احتجزت السفير البريطاني بطهران روب ماكير لفترة وجيزة، ونددت بهذه الخطوة بوصفها انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
وكانت وكالة تسنيم للأنباء قد ذكرت في وقت سابق أن ماكير اعتقل لمدة ساعات أمام جامعة أمير كبير لتحريضه المحتجين المناهضين للحكومة. وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان: اعتقال سفيرنا في طهران دون أساس أو تفسير انتهاك صارخ للقانون الدولي. ما زلنا مع وكالة رويترز للأنباء التي أوردت خبرا بعنوان: ترامب يقول إنه يتابع الاحتجاجات في إيران عن كثب وشجاعة الإيرانيين مصدر إلهام. وفي سياق الخبر قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته تتابع عن كثب الاحتجاجات التي اندلعت في إيران بعد اعتراف الحكومة بإسقاط قواتها طائرة ركاب أوكرانية بطريق الخطأ. وقال ترامب على تويتر يوم السبت: إلى شعب إيران الشجاع الذي يعاني منذ فترة طويلة، إنني أقف معكم منذ بداية رئاستي وإدارتي ستواصل الوقوف معكم. إننا نتابع احتجاجاتكم عن كثب وشجاعتكم تمثل مصدر إلهام. من رويترز إلى وكالة الأنباء الفرنسية التي أوردت خبرا بعنوان: رئيسة تايوان تفوز بولاية ثانية رغم حملات التخويف الصينية. فازت رئيسة تايوان المنتهية ولايتها ساي إنغ وين في الانتخابات الرئاسية السبت إثر حملة انتخابية نددت فيها باستبداد بكين، فيما قادت السلطة الشيوعية من جانبها حملة تخويف اقتصادية ودبلوماسية لعزل هذه الجزيرة. وقالت إنغ وين خلال إعلانها الفوز: أظهرت تايوان للعالم إلى أي مدى نحب نمط حياتنا الحر والديمقراطي، وإلى أي مدى نحب أمتنا. وتنظر الصين إلى تايوان على أنها إقليم يتبع لها، وتعهدت سابقا استعادة السيطرة عليها ولو بالقوة إذا احتاج الأمر. وأعلنت الرئيسة المنتخبة أن السلام يعني تخلي الصين عن تهديداتها تجاه تايوان، وأعربت عن آمالها بأن تدرك السلطات في الصين أن تايوان البلد الديمقراطي وأن حكومتنا المنتخبة ديمقراطيا لن تتراجع في وجه التهديدات والتخويف. وفور ظهور النتائج أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان أن الولايات المتحدة تهني إنغ وين وتهني أيضا تايوان لإظهارها مرة جديدة فعاليتي نظامها الديمقراطي الصلب الذي أصبح نموذجا يحتذى به في منطقتها. إلى وكالة الأنباء السعودية التي أوردت خبرا بعنوان: مقتل جنديين أمريكيين في انفجار بأفغانستان. قتل جنديان أمريكيان وأصيب آخران اليوم إثر انفجار قنبلة جنوب أفغانستان. وذكر التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في بيان أن قنبلة على جانب الطريق أصابت قافلة للجيش في إقليم قندهار بجنوب أفغانستان، وأعلنت حركة طالبان الإرهابية مسؤوليتها عن الحادث. إلى وكالة الإمارات للأنباء. رئيس الإمارات يهنئ السلطان هيثم بن طارق آل سعيد بتنصيبه سلطانا لعمان. وفي سياق الخبر
بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات برقية تهنئة إلى السلطان هيثم بن طارق آل سعيد بمناسبة تنصيبه سلطانا لسلطنة عمان الشقيقة. وأكد رئيس الدولة عمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص دولة الإمارات على المضي قدما في كل ما من شأنه تمتين الصلات الوثيقة وتعزيز التعاون الصادق القائم بين البلدين ودفعه إلى آفاق أرحب وأوسع بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين، ويسهم في الوقت نفسه في خدمة المصالح القومية العليا للأمة العربية ويصون مستقبلها. وقال رئيس الدولة في برقيته: إننا نتطلع بثقة وعزم إلى العمل معا لما فيه خير شعبينا وأمتنا العربية، ونعبر لجلالتكم عن أصدق تمانياتنا لكم بالتوفيق والنجاح في قيادة المسيرة المظفرة للشعب العماني الشقيق نحو مزيد من التقدم والنماء والتطور. إلى وكالة الأنباء البحرينية جونسون: نريد تحقيقا دوليا شاملا وشفافا في واقعة إسقاط إيران للطائرة الأوكرانية. وفي سياق الخبر، شدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم على ضرورة إجراء تحقيق دولي في واقعة إسقاط إيران للطائرة الأوكرانية. وقال جونسون في تصريح له اليوم: نريد الآن تحقيقا دوليا شاملا وشفافا ومستقلا وإعادة جثامين الأشخاص الذين لقوا حتفهم. وأضاف قائلا: إن اعتراف إيران بأن جيشها أسقط طائرة الركاب الأوكرانية يمثل خطوة أولى مهمة بالتمهيدا لإجراء تحقيق دولي شامل في هذه الواقعة. مازلنا في وكالة البحرين للأنباء، وفيما يخص أيضا الطائرة الأوكرانية التي أسقطت، رئيس وزراء كندا: اعتراف إيران بإسقاط الطائرة في غاية الخطورة. شدد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو على ضرورة تحمل إيران المسؤولية كاملة ومحاسبتها على إسقاط الطائرة الأوكرانية ومقتل جميع ركابها 176 والذين من بينهم 57 كنديا. وقال ترودو في مؤتمر صحفي له اليوم في العاصمة الكندية أوتاوا: ما أقرت به إيران في غاية الخطورة إسقاط طائرة مدنية أمر مروع، ويجب أن تتحمل إيران المسؤولية كاملة عن وقوع هذه الكارثة. وأعلن أن فريقا من المحققين الكنديين سيصل إيران خلال ساعات للمشاركة في التحقيقات وتقديم الدعم للعائلات الكندية، مؤكدا أن بلاده لن تهدأ قبل المحاسبة وتحقيق العدالة في هذه القضية. إلى وكالة الأنباء الكويتية التي أوردت خبرا بعنوان: بومبيو، حكم السلطان قابوس أدى إلى تغيير دائم وإيجابي بالسلطنة والمنطقة بأكملها. وفي سياق الخبر، قدم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خالص التعازي لشعب عمان بوفاة السلطان قابوس بن سعيد. وقال بومبيو في بيان أن حكم السلطان قابوس على مدار نصف القرن الماضي أدى إلى تغيير دائم وإيجابي في السلطة في السلطنة ومنطقة الشرق الأوسط بأكملها، مؤكدا كان السلطان قابوس قائدا محترما وصديقا لجميع الأمم. وأضاف أن الولايات المتحدة تقدر بشدة شراكته القوية في تعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين. كما قال وزير الخارجية الأمريكي في تغريدة له على موقع تويتر:
نشعر بحزن عميق لوفاة السلطان قابوس بن سعيد، مضيفا لقد شكلت رؤيته وعزيمته عمان الدولة المزدهرة والحديثة التي نراها اليوم. ومن جهته قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبير في بيان: تلقينا بحزن عميق خبر وفاة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد الصديق والشريك المحترم للولايات المتحدة. وأضاف: ننضم إلى عدد لا يحصى من دول العالم في الحداد على الخسارة الهائلة لمدافع حقيقي عن السلام والاستقرار في الشرق الأوسط لنحو نصف قرن. كان هذا عرضا لأبرز ما تداولته وكالات الأنباء العالمية والعربية. الآن فاصل قصير ثم نعود لنستكمل فقراتنا في استوديو الآن. شكرا لكم.